مرحبا شباب، وياكم علي محمد من قناة يونيك تيكس. بالبداية اليوم الفيديو مخصص للمختصين بالشبكات وخصوصا وكلاء شركة إيرثلينك. فالشخص العادي احتمال تكون عنده في أمور صعبة بهذا الفيديو، فإذا تحب تشوفه للفائدة أوكي ماكو مشكلة. اليوم احنا راح نشرح طريقة فتح VPN إيرثلينك بالراوتر. ليش يريد نشرح هذا الشيء؟ أنت شركة تعطيك ملف Open VPN، كلكم هذا الشيء تعرفوه، تفتحها بالموبايل حتى توصل الأجهزة الأبراج والآخره، بس مرات تحتاج أكثر من جهاز يربط، فتحتاج راوتر حتى يوزع الإشارة من خلال الراوتر تفتح الأجهزة. فحيصير عندك مثلا فرضا مكتب مثلا بعيد أو فتشي، فتوصل الأجهزة بدل ما تفتحها بلابتوب واحدة أو موبايل واحد. تمام؟ فمختصر الطريقة، راح نفتح الـ VPN براوتر تيبلينك بـ OpenWRT software. زين، قبل لا نبلش أنا ما راح أشرح الموضوع من الصفر، باعتبارك أنت شخص مختص بالشبكات فتقدر بعض الأمور تمشي بها، ماكو مشكلة محتاج أشرحها، بس راح أوضح أمور بسيطة. موقع OpenWRT أول ما تدخل Table of Hardware لازم تختار راوتر الرام مالته 64 وفوق، فلا تختار راوتر عادي لما راح تتنصب بالباكج مال OpenVPN. أوكي، فإذا كتبنا Tiplink مثلاً هنا، واللي أنا جربته C20 بس ما أنصحك تجرب عليه لأنه فيرجن 5 ممكن يضرب عندكم. ليش ممكن يضرب؟ أهم شغلة مهمة أنه الإمج مال مو إمج لا عفوا الفيرموير مال الراوتر تلقاه فيرجن 19 إلى آخره. إذا لقيت سناب شوت لا تنصبه بالراوتر لأنه راح يضرب الراوتر. أنا عندي الآرشر C20 ضرب عندي بس قدرت أصلحه، بس إحنا ما نريد نعقد الموضوع. فمن راح تجيب راوتر أقرأ التيبل وخصوصا الآرشر باعتبار راماتي 64 وفوق، فتختار نوع الامج مالته 19 والرامات 64 وفما فوق. انا ليش اختارت الارشر C20؟ لانه هو ارخص راوتر بالتبلينك يدعم الاي سي. اوكي، فحبيت اخليه للتجربه وبصراحه بصعوبه رجعته. على العموم فهاي تعتمد عليكم انتم تختارون الراوتر اللي تريدوه، انا بالنسبه لي حاشتغل على هذا. اوكي، نفتح الجايد مال الشركه Open VPN Client Using LUCI. أنا بالنسبة لي مصعد له software للراوتر. أوكي، مثل ما قلت لكم شباب أنتوا راح تسوي هذا الشيء. تبلنك آرشر C20 الرامات 64 فيتحمل، ذاك ما يتحمل، حتى الفلاش ماله ضعيف كلش ما يتحمل. الإعدادات الوايرلس إلى آخره هذا الشيء بسيط كلش، شيء تعرفوه أنتوا، بس أنا حشغل الوايرلس حتى أتأكد منه شغال، فأعطيته إنيبل. ها هي بس ما سويت شيء على مود أكمل الشرح. تمام، نروح للسوفتوير ننطي أبديت ليست. شباب أنا ما عندي الكونفيج مال إيرثلينك، بس حستخدم الكونفيج الخاص بيه. هو أي كونفيج راح يشتغل بالراوتر، ماكو أي مشكلة راح يروت، بس حتى أشرح لك الطريقة. تمام، فأنتوا تستخدمون الكونفيج مالتكم الخاص اللي هو تعطيكم وياه الشركة. تمام، اروح على الجايد مالتهم، احنا نحتاج في شيء بسيط. يقول لك انستال اوبن في بي ان داش اوبن اس اس ال، هاي اول باكج لازم ننصبها. فاحنا حنكتب اوبن في بي ان، اوكي، ننصب اوبن في بي ان اوبن اس اس ال انستال. ماشي، وراها ورا ما تكمل هاي ننصب شيء اسمه ال يو سي اي داش اب عفوا داش اوبن في بي ان. نسيت اقول لكم تحضرون الشاي طبعا والقهوه والجقاير لانه تحتاج مخمخ الشغله حتى تشتغل عندك. زين، ننتظر خليه يكمل. خلينا نفتح الصفحه مره وتر مكان ثاني حتى خاف نحتاج ندخلها مره ثانيه. اوكي، دسمس، بعدين LUCI up open VPN تشوفوها هاي ننصبها. شغلة الباسورد هذا تقدرون انتو يعني تغيروا، ماكو فد مشكلة. زين، there is no password، فانتو هاي الشغلة تعتمد عليكم شباب، ما نريد نخلي الموضوع كلش طويل. اوكي، هسان حسوي لوج اوت بعدين لوج ان، راح تظهر عندي الاوبشن مال الاوبن في بي ان. تمام، اروح على الاوبن في بي ان
هنا يقول لك الاوبن في بي ان نيم، راح اختار اللي انا خاص بيها طبعا واعطي اختيار. راح اجيب الملف مال الكونفج اللي هو انت مخزن اكيد بالحاسبه، انا بالنسبه لي حجيب الكونفج مالتي. تمام، صعد عندي الكونفج هنا، فاعطي اديت. اول شغله تسويها بالكونفج تدور على شيء اسمه اوث داش يوزر داش باس، هنا راح تلقى هذا بين قوسين تاخذ لها كوبي. تمام، شنو هاي؟ هذا الملف مالتك انت تدليه على مكان اليوزر والباسورد. وين راح نكتب اليوزر والباسورد؟ نكتبهن هنا. هسه انا عندي يوزر، اليوزر الخاص بك طبعا تكتب هذا تيست 100، هذا اليوزر الخاص بيه 1 2 3 4 5 6 جوا. انت تخلي اليوزر والباسورد اللي تعطيك اياه الشركه هنا، وتنسخ هذا الباث مالته وتخليه قدام هاي حتى الكونفج يندل وين اليوزر والباسورد ويربط عندك. تمام، انطي حفظ. بعدين نرجع للفي بي ان، والله تكمل من عنده، تعطي انيبل ستارت. اذا ما اخذت تعطي سيف وابلاي حتى ياخذ الاعدادات كلها. هسه هنا يقول لك اوكي، ما دام ستارتد يعني اتصل. مرات بالروت اذا تحب تشيك، هسه احتمال انا جزء ما رابط بعده، تطلع عندنا بالروت التون بس بعدها لحد ما ربط، خلينا نكمل لما يربط. الاوبشن الثاني اللي لازم نروح له، نروح انترفيسز حتى نضيف الانترفيس مال الفي بي ان. اوكي، اعطي اد نيو انترفيس بروتوكول ان مانجد، والانترفيس تدور على شيء اسمه تون زيرو اللي هو هذا ايثرنت ادابتر تون زيرو. اوكي، وسميها بكيفك، شو تسميها؟ انا حسميها تون زيرو نفسها. ماشي، سموها ايرثلينك، سموها اي شيء براحتكم. الفاير وول ورا ما انضافت راح اضيفها للوان. اوكي، باعتبار حصير ديستنيشن، وانطي سيف وابلاي. اي خطا باليوزر بالباسورد راح يصير عندكم اشكاليه معينه بالعمليه. زين، بس خلينا نتاكد من الروت، صعد الروت لو لا حتى نشوف العمليه. خلينا نشوف ال واتس ماي اي بي هنا، واتس ماي اي بي هاني وين يمكنك والله على اوبن دبليو ار تي. اوكي، بعدنا لحد الان ما تعود. رفرش مره ثانيه نتاكد، بس خلي اشوف الحساب شباب، خاف بغلط حتى لا تصير مشكله. اديت تيست 100. اوكي، بعدين اوبن في بي ان، راح اسوي اعاده اتصال ستوب وستارت. انتظر شويه، حفظ. بعدنا الجزيرة. تمام، هسه ظهرت عندنا التون. اوكي، معناتها اتصل، هاي التون زيرو طلع بالروت اي بي فيرجن 4. خلينا نسوي ريفرش حتى اذا ما تروت، احنا الروته اجباري. اوكي، هسه اني الترافيك مالتي تروت على جيرماني، على المانيا. حاليا الحاسبه مالتي دخلت في بي ان. اوكي، بالنسبه لكم راح تدخل للنيتورك مال ايرثلينك، احتمال ما يجيك نت بس النيتورك راح توصل لها بشكل طبيعي بدون اي مشاكل. اوكي شباب، هسه حاليا اتصل عندي طبيعي جدا. هسه اذا اسوي له ستوب، ستوب وتشيك الروت مره ثانيه، ياخذ وقت لما رجعت عدي الخدمه جزيره. اوكي، مره ثانيه ستارت، اخر مره تنتظر شويه يعني، امور اساسا اول ما تطي ستارت راح يربط عندك. اوه شنو، كانك عندي وحولني على المانيا. اوكي شباب، خلاصة الموضوع
اي كونفيج مال في بي ان مال اوبن في بي ان يشتغل عندك بالاوبن دبليو ار تي، تقدر تسوي له امبورت من ضمنها مال ايرثلينك او اي شركه ثانيه. اوكي الاوبن دبليو ار تي لازم تستخدمه برام 64 او راوتر رام 64، والاسهل هي راوترات الارشر. تتاكد من الفيرجن، تقرا الموقع مال اوبن دبليو ار تي، تتاكد انه نسخه 19 مو سناب شوت. اوكي حتى يشتغل عندك طبيعي تمام. وها هي، تقبلوا تحياتي، اخوكم علي محمد.